شكرا على حضوركم. النائب العام اليوم أنهى تقريره وقدمه للسيد الرئيس ظهرا، وكان من الضروري أن يواجه الصحافة العربية والعالمية لإطلاعهم على مضمون هذا التقرير الهام الذي يتعلق بجريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلة. الرئاسة والرئيس وعد الشعب الفلسطيني وكافة الأطراف بأن نقوم بتحقيق شفاف ودقيق ومسؤول، وقد تم ذلك وكلف النائب العام وقد قام اليوم بإعداد هذا التقرير، وكما قلنا قبل قليل تم تسليمه للسيد الرئيس، والآن سيضعكم النائب العام بمضمون هذا التقرير الهام الذي نحن نعتز به أننا لم نشارك أحدا به، لكن لدينا كل الاستعداد لإطلاعه لأطراف كثيرة تريد أن تعرف الحقيقة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير للجميع. إن الصحافة لمهنة سامية، وإن شيرين أبو عاقلة لأيقونة الإعلام الفلسطيني، وقد استشهدت على أرض الوطن في سبيل رسالتها وسعيها الدؤوب لنقل الحقيقة، ونحن اليوم سنكون عين الحقيقة لكشف وقائع الجريمة المرتكبة بحقها، معززة بالأدلة والبراهين، ساعين أن نجد آذان صاغية لدى المجتمع الدولي لملاحقة قتلة الشهيد أبو عقلة ومنعهم من الإفلات من العقاب. وإذ نتقدم إلى عائلتها بأحر التعازي وأصدق مشاعر المساواة، فإننا ولاحقا للبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن النتائج الأولية لمجريات التحقيق في جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عقلة، والذي أشرنا فيه إلى عقد مؤتمر صحفي بالنتيجة النهائية للتحقيقات بكل شفافية ومهنية ومصداقية. وعليه وقبل عرض نتائج التحقيقات، نرى أنه لا بد من بيان أهم الإجراءات التحقيقية التي باشرتها النيابة العامة فور علمها بالجريمة، وذلك عند وصول جثمان الشهيدة شيرين أبو عقلة إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، إذ انتقلت النيابة العامة مباشرة إلى المشفى برفقة فريق من الطب العدلي والأدلة الجنائية لإجراء الكشف الظاهري على الجثمان، كما تقرر إحالة الجثمان إلى معهد الطب الشرعي في مستشفى جامعة النجاح الوطنية لإجراء عملية التشريح من قبل فريق متخصص في الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بالنتائج لغايات الوقوف على السبب المباشر للوفاة وظروفها وطبيعتها، كما وتم تكليف خبراء الأدلة الجنائية في الشرطة الفلسطينية بمعاينة مسرح الجريمة، وكذلك تم سماع شهود الواقعة الذين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة عند وقوعها، بالإضافة إلى رصد وتحليل عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت الجريمة، بالإضافة إلى إحالة المقذوف الناري المستخرج من الجثمان والخوذة والسترة الواقية التي كانت الشهيدة ترتديها إلى مختبر الأدلة الجنائية لإجراء الخبرة الفنية اللازمة وإعداد تقرير فني بالشأن. وبنتيجة التحقيقات التي أجريت بالملف التحقيقي الذي حمل الرقم 1423/2022 تحقيق نيابة جنين، فقد خلصنا إلى النتائج الآتية. أولاً، إنه وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 11/5/2022 وما بين الساعة 6:00 إلى 6:30، وأثناء تواجد عدد من الصحفيين ومن ضمنهم الشهيدة أبو عقلة بالقرب من دوار العودة في مدينة جنين للتغطية الصحفية للعملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم جنين، حيث كان جميع الصحفيين يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه دولياً ومحلياً،
والمتمثل بخوذة الرأس والسترة الواقية والتي تحمل علامات واضحة تشير إلى هوية الصحافة، والمتمثلة بكلمة بريس باللغة الإنجليزية، وكانوا يقفون في مكان معروف للكافة بكونه مكاناً لتجمع الصحفيين. وفي الجهة المقابلة لهم وعلى بعد حوالي 200 متر في الطريق الفرعي المؤدي للمخيم الجديد ومنطقة الجبريات، كانت تتمركز قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منتصف الشارع. وكون أن الشارع الفرعي المتوقف في وسطه قوات الاحتلال مستقيم ومكشوف، فلم يكن هناك ما يعيق الرؤية لتلك القوة، حيث مكث الصحفيون فترة من الوقت على مدخل الطريق الفرعي المذكور، بما يؤكد رؤية قوة الاحتلال للصحفيين بشكل جلي. وبعد أن قام الصحفيون الأربعة باتباع الإجراءات المتعارف عليها في التغطية الميدانية، بأن قاموا بالكشف وإظهار أنفسهم وبلباسهم الصحفي لقوات الاحتلال، بدأوا بالتقدم في الشارع الفرعي مسافة أمتار قليلة، ولم يصدر عن قوات الاحتلال أي إشارة تفيدهم بعدم الاقتراب أو التراجع. ومباشرة بدأت قوات الاحتلال المتمركزة في وسط الشارع بإطلاق الأعيرة النارية اتجاههم، الأمر الذي دفع الصحفيين للانسحاب من المكان ومحاولة الاحتماء. وأثناء ذلك أصيب الصحفي علي سمودي برصاصة مباشرة في الجهة العليا اليسرى من الظهر، واستمر جنود الاحتلال باستهداف الصحفيين رغم محاولتهم الهروب من المكان، حيث كان إطلاق النار بشكل متقطع ومباشر. ثانياً، ثبت قيام أحد أفراد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منتصف الشارع الفرعي بإطلاق عيار ناري أصاب الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بشكل مباشر في الرأس من الجهة الخلفية اليسرى أثناء محاولتها الهرب من الطلقات النارية المتتالية التي أطلقها جنود الاحتلال. وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي من أن سبب الوفاة هو تهتك مادة الدماغ الناجمة عن الإصابة بمكذوف ناري في الرأس من الجهة اليسرى إلى اليمين، وبمسار من الأسفل إلى الأعلى ومن الخلف إلى الأمام، بما يفيد أن الشهيد أبو عقلة كانت بوضعية هروب وانحناء إلى الأمام، وتبين ذلك من خلال جرح المدخل ومسار المكذوف الناري الذي ارتطم بعد خروجه من الجمجمة بالجدار الداخلي لخوذة الرأس، وارتد ليستقر داخل أنسجة الدماغ المتهتكة أسفل جرح المخرج. كما وتوصل التقرير أنه وبناء على حجم التهتك الواسع والكسور المتعددة لعظمة الجمجمة، بأن المكذوف الناري الذي قتل الشهيدة من المكذوفات النارية ذات السرعة العالية. ثالثاً، ومن خلال التقرير الفني الخاص بفحص المكذوفات النارية، بفحص المكذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة وخوذة الرأس ومعاينة مسرح الجريمة، تبين لنا ما يلي: أولاً، إن المكذوف الناري الذي أصاب رأس الشهيدة أبو عاقلة وقتلها يحتوي في مقدمته على جزء حديدي ستيل خارق للدروع ومرمز باللون الأخضر، ووفقاً للمعايير المعتمدة لذخيرة حلف شمال الأطلسي فهذه الذخيرة خارقة للدروع. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المكذوف الناري على الرغم من كونه خارق للدروع لم يخترق جدار الخوذة، وذلك نظراً لتغير الوسط بعد اصطدامه في عظام الجمجمة، حيث بدأ المكذوف بتغيير حركته الكلاسيكية، مما أدى إلى خروجه بوضعية مختلفة عن دخوله.
وهذا ثابت من العلامات الموجودة على المقذوف والخوذة، وكذلك من اختلاف قياسات جرح المدخل عن جرح المخرج. ثانياً، تبين من فحص المقذوف الناري أنه من عيار 5.56 مليمتر، وأنه يحمل علامة وخصائص عامة وفردية تتطابق مع العلامات العامة لسلاح من نوع ميني فورتي روجر، وهو سلاح نصف آلي قناص. ثلاث، تبين أن المقذوف الناري قد أصاب رأس الشهيدة بشكل مباشر ولم يصطدم بأي جسم صلب آخر قبل إصابة رأس الشهيدة أبو عاقلة. أربعة، تبين أن مصدر إطلاق النار كان بشكل مباشر من الناحية الجنوبية لمكان وقوف الشهيدة أبو عاقلة ومن معها من الصحفيين، أي من مكان تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن نقطة ثابتة في منتصف الشارع ما بين 170 إلى 180 متر. خمسة، تبين أن آثار إطلاق النار الموجودة على جذع الشجرة في مسرح الجريمة كانت متركزة ومتلاصقة جميعها، وبتتبع مساراتها تبين أنها أطلقت من موقع نقطة واحدة، وهو نفس موقع مطلق النار على الشهيدة. هذا إلى جانب أن ارتفاعات آثار المقذوفات النارية الموجودة على الشجرة المذكورة كانت بارتفاعات أقلها 127 سنتي وأكثرها 178 سنتي عن الأرض، مما يدلل أن مطلق النار كان يستهدف الأجزاء العلوية للجسم، مما يؤكد نية القتل. وعليه ومن مجمل التحقيقات والأدلة المادية والبينات الشفوية والتقارير الفنية، فقد ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة ومجموعة الصحفيين الذين كانوا برفقتها من قبل قوات جيش الاحتلال قد جاء بشكل مباشر ومتعمد، وذلك ثابت من نوع السلاح المستخدم ميني فورتي روجر ونوع الذخيرة خارق للدروع، ومسافة إطلاق النار التي تتراوح بين 170 و 180 متر من مكان تواجد الشهيدة أبو عاقلة في مكان مفتوح دون أي عوائق للرؤية، وكذلك طبيعة ومكان الإصابة في الرأس من الخلف بوضعية الهروب، بالإضافة إلى أنها كانت ترتدي زي الصحافة بشكل واضح وجلي لقوات جيش الاحتلال مطلق النار، ومتواجدة في منطقة متعارف عليها كمنطقة لتجمع الصحفيين، علاوة على أن مسار إطلاق النار كان في منطقة مفتوحة، كما أن قوات جيش الاحتلال مطلقة النار كانت تستهدف الأجزاء العلوية للجسم بنية القتل، إلى جانب استمرار تلك القوة بإطلاق النار بعد سقوط الشهيدة اتجاه كل من حاول الوصول لإسعافها أو مساعدتها، وهو ما وثقته مقاطع الفيديو التي تم رصدها وتحليلها لدينا، هذا فضلاً عن أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مواجهات مسلحة أو مظاهر لاشتباك مسلح مع القوات الاحتلالية المتمركزة أو حتى إلقاء حجارة اتجاه تلك القوة، مما يؤكد أن مصدر إطلاق النار الوحيد في المكان كان من قبل قوات الاحتلال وبهدف القتل. وعليه فإن مجمل هذه الوقائع المرتكبة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمثبتة بالأدلة الدامغة تشكل أركان
وعناصر جريمة القتل الواقعة على الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وأركان وعناصر جريمة الشروع بالقتل العمد الواقعة على الصحفي علي سمودي وباقي الصحفيين المرافقين لها، وذلك وفقاً للقوانين الوطنية السارية، كما وتشكل في الوقت ذاته جريمة حرب وفقاً للمواثيق والمعايير الدولية. وقد قمنا ظهر هذا اليوم بتسليم فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن نسخة عن كامل ملف التحقيق، وهنا لا بد من الإشادة بموقف فخامته الداعم للنيابة العامة منذ البداية في إجراء تحقيق مستقل في الجريمة. كما لا يفوتنا شكر طواقم الشرطة الفلسطينية والطب العدلي التي ساندت النيابة العامة في إنجاز تحقيقاتها. وفي الختام نشير أن تضافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي سيكون له الأثر الأكبر في صون وحماية حقوق الفلسطينيين، وسيكون حجر الأساس في ملاحقة قتلة الشهيدة شيرين وكل ما من سبقوها من مدنيين عزل. ومهما استمر المحتل في جرائمه فهذا لم ولن يثني شعبنا بالمطالبة والسعي لنيل حقوقه المشروعة، ولن يثنينا ذلك عن كشف وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع. رحم الله شهيدة كلمة الحق، ورحم الله شهداء فلسطين كافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الأخ نبيل أبردينة السيد الرئيس أوعز بالتوجه للجنائية الدولية والخارجية قامت برفع رسالة، برأيك هل تثقون بالجنائية الدولية بأنها ستلاحق الاحتلال الإسرائيلي الذي أمن العقاب مرارا وتكرارا، وكيف تتواصلون مع المجتمع الدولي الذي كانت له ردود فعل واضحة إزاء قضية شيرين؟ يعني مما لا شك فيه تعليمات السيد الرئيس أن هذا التقرير المتقن والمعد من النائب العام مفتوح لعرضه على من يريد أن يعرف الحقيقة. من الواضح أن التقرير يتهم إسرائيل مباشرة جيش الاحتلال بتحمل هذه الجريمة، وكما تعلم الخارجية قدمت كل الوثائق المطلوبة لكل الجهات الدولية بما فيها الاي سي سي من أجل توثيق كل هذه الجرائم وفقا لهذا التقرير. وكما تعلم القرارات السيادية لا يأخذها لا النائب العام ولا أي جهة أخرى، القرار في يد القيادة الفلسطينية عندما تقرر أن تذهب إلى أي جهة دولية. بالنسبة للمجتمع الدولي هذه وثيقة أخرى رسمية وشديدة الوضوح تتهم جيش الاحتلال بارتكاب المجازر وبقتل الأبطال الشهداء والاعتداء على المواطنين، وآخرهم شهداء عمرهم 16 عاما أطفال مدارس عائدين من مدارسهم. هذه الجرائم كلها ستوثق وستكون موضوعة أمام المجتمع الدولي، ونحن نطالب المجتمع الدولي دائما بتحمل مسؤولياتهم. إسرائيل دولة احتلال، وعلى المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية تحمل مسؤولياتها بالكامل، وعليها أن توقف كل هذه الإجراءات الإسرائيلية وأن تجبر إسرائيل على التزام بالقانون والشرعية الدولية، الأمر الذي تخرقه إسرائيل وللأسف وبحماية أمريكية وصمت دولي. سعادة المستشار أكرم الخطيب، السيد الرئيس أكد أنه لا شراكة في التحقيق مع الجانب الإسرائيلي، من هي الجهات الدولية التي شاركتكم التحقيق إن شاركت فعلا، وهل ستسلمون المقذوف الناري الذي اغتال شيرين أبو عاقلة للجانب الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه أغلق التحقيق في هذا الجانب؟ بالنسبة لموضوع المقذوف الناري كان القرار واضحا من المستوى السياسي ابتداء من سيادة الرئيس، مرورا بالجهات جهات التحقيق اللي هي النيابة العامة، بأنه هذا المقذوف لن يتم تسليمه للجانب الإسرائيلي. ومن الممكن أنه بعض الصحفيين بتسأل ليش ما عرضناش حتى صورة لهذا المقذوف، لأننا
قررنا أن لا نعرض أي صورة لهذا المقذوف لحرمانهم من كذبة جديدة ورواية جديدة، لأنه بإمكانهم من خلال الصورة تحديد بعض المسائل وبعض الروايات. مشاركتنا في هذا التحقيق كانت فلسطينية بامتياز، لدينا مختبر طب عدلي نعتز ونفتخر فيه، ولدينا مختبر جنائي موجود عند إخواننا في الشرطة الفلسطينية أيضا نحترمه ونقدر التقارير الصادرة عنه. مشاركتنا لبعض الجهات الخارجية طلب بأن يكون هناك اطلاع على بعض المسائل من قبل، ومش سرا شيرين أبو عاكلة تحمل الجنسية الأمريكية من الجانب الأمريكي، ولكن أنا بطمنك إنه التحقيق كان فلسطينيا بامتياز. شكرا. أخ أبو أسامة، سؤال أخير لو سمحت. يوم الأحد ستنطلق مسيرات الأعلام وسيشارك فيها الألاف، والاحتلال أعلن حالة التأهب والاستنفار ودفع بالمزيد من القوات، ما المطلوب؟ يعني نحن حذرنا مرارا الحكومة الإسرائيلية من اللعب بالنار. مسيرة الأعلام مسيرة مدانة ومرفوضة، وإسرائيل تستهين دائما بالشعب الفلسطيني وبالأمة العربية، وللأسف تقديراتها دائما خاطئة. الشعب الفلسطيني قادر على التحدي وقادر على حماية مقدساته وتحديدا القدس. وأنت تعلم أن ترامب الرئيس الأمريكي السابق عندما قال لا للقدس قال له الرئيس أبو مازن بوضوح: القدس هي جوهر القضية الفلسطينية وليس هنالك أي دور لأمريكا، القدس خارج الطاولة، فأنت والولايات المتحدة خارج الطاولة. وبالتالي مسيرة الأعلام مرفوضة ومدانة وغير مقبولة، وعلى الإدارة الأمريكية مرة أخرى أن تتدخل، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا الاستفزاز اليومي المستمر إلى جانب قتل الأطفال ومشاكل على الاستيطان. شكرا لكم على هذا التقرير، وبالتأكيد هو لحظات صعبة بالنسبة لنا. سيادة النائب العام، يعني أنت تؤكد أن المقذوف يتم حفظه الآن لدى الجانب الفلسطيني بشكل كامل، هل تم عرض المقذوف شكله صورته ونتائج التحقيق على الجانب الأمريكي؟ لأنه فجأة ظهرت وسائل إعلام أمريكية مهمة جدا تتحدث بنفس السياق الذي تؤكدوه، وبأن مطلق النار هو قناص إسرائيلي، وكان واضح من الأدلة التي قاموا بنشرها. يعني بمعنى، من هي الأطراف الدولية التي اطلعت على التقرير؟ وهل هذا المقذوف يعني بالتأكيد إسرائيل الآن ستحاول وبدأت في هذه اللحظات بالاستعداد لتفنيد الرواية الفلسطينية، كيف ستردون من كنيابة عامة على الرواية الجديدة الإسرائيلية التي ستخرج؟ لأنه يعني في خلال يوم واحد 7 روايات تغيرت. أستاذ نبيل أبو ردينة، يعني ملف شيرين أصبح الآن لدى الجنائية الدولية، وهناك عشرات الملفات بل مئات الملفات التي تتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية. ماذا بعد هذه الخطوة؟ هل في إمكانية لتحرك دولي؟ ما هي الجهات الدولية لحماية؟ سنستمر في هذه الإجراءات حتى النهاية وإلى كل المنتديات الدولية هنا أو هناك، ولن يتم التخلي عن حق واحد من حقوق الشعب الفلسطيني. المحاكم الدولية ستعرض عليها كافة الوثائق بما فيه هذا التقرير الهام، وسبق وقد أحلنا إلى الجنائية الدولية كثير من الحقائق وكثير من الوثائق. تأكدي تماما أن الرئيس والرئاسة الفلسطينية لن تتخلى لحظة واحدة عن حقوق شعبها وحقنا في الذهاب إلى كل الاتجاهات الدولية. وكما تعلم تم الانضمام بمئات المنظمات التي هددنا إذا ما انضممنا إليها، ومنها الوكالة الجنائية الدولية. قالت الإدارة الأمريكية السابقة أن الذهاب والانضمام إلى الجنائية الدولية هو خيار نووي وأنكم تلعبون بالنار، وبالرغم من ذلك الرئيس رفض وتم الانضمام إلى الجنائية الدولية، تماما كما قال الرئيس لترامب: أنت خارج الطاولة ما دمت تلعب بالحقوق الفلسطينية.
بالنسبة لموضوع المقذوف، أنا بأكد مرة ثانية بأنه المقذوف لم يطلع عليه إلا جانب الفلسطيني والمختصين لدينا في المختبر الجنائي الفلسطيني. أما بالنسبة للجانب الأمريكي، وأنا في كلامي تحدثت بأنه الأخت شيرين كانت تحمل الجنسية الأمريكية، والجانب الأمريكي كان يطلع على بعض التحقيقات التي نقوم فيها بحكم أنها مواطنة أمريكية، ولم يكن لهم أي تدخل في إجراءاتنا التي نقوم فيها. وبالنسبة لموضوع المقذوف، قد يكون علموا عياره ومواصفاته، ولكن اطلاعهم عليه بالأكيد وبالمطلق لا. أما بالنسبة لتحضيرنا للرواية الجديدة الزائفة التي ستخرج علينا اليوم، نحن متسلحين بحقائق موجودة وفق تقارير فنية، وفق شهود عيان، وفق مسرح جريمة ناطق بما فيه. فمهما كانت هذه الرواية التي ستخرج علينا اليوم من الجانب الآخر، وبجوز الملف احتوى على تقرير مفصل حول الروايات الإسرائيلية المتعددة التي صدرت عليه عنهم خلال الأسبوعين هدول، اللي بجوز أنا بطلت قادر أعدها، في حين الجانب الفلسطيني لم يصدر عنه إلا رواية واحدة، وهي الرواية المتسلحة ليس فقط بالحق، بالحق والحقيقة. يعني أنتم ستسلمون التحقيق الذي عرضتموه الآن إلى كل إلى أي جهة؟ يعني من يطلب التحقيق؟ لأن إسرائيل لن تريد التحقيق. الملف تم وضعه باليد الأمينة عليه قبل هذا المؤتمر الصحفي، تم تسليم الملف لسيادة الرئيس. أريد أن أعقب شيئا واحدا تأكيدا لكل هذا الكلام. التقرير في يد السيد الرئيس أولا، لم يسلم إلى أي جهة حتى هذه اللحظة، لكن لأنه ليس لدينا أي ثقة بالجانب الإسرائيلي ولا حتى الجانب الأمريكي، وبالتالي نحن لدينا كل الثقة بشعبنا وبقدراته وبخبرائه وبتقريرنا، وهو المبني على أسس علمية دقيقة وثابتة. ما شافوا؟ نعم صحيح، زي ما عرفتوا انتو هلكيتا نوعيته ومواصفاته وعياره. بالمواصفات اللي اطلعتكم عليها، ولكن لم يشاهد المقذوف من اي جهة خارج نطاق المختبر الجنائي والاطباء الشرعيين والنيابة العامة الفلسطينية. أستاذ أكرم يعطيك العافية، دائما كان الادعاء الإسرائيلي أنه كثير من الأسلحة اللي موجودة مع الجانب الإسرائيلي في نفسها مع الجانب الفلسطيني أو مع المسلحين الفلسطينيين. السلاح اللي تم تحديده الروجر، الميني روجر 40، واللي أطلق رصاصة اللي من قناص واللي أعطيتنا مواصفاتها، هل من خلال تحقيقاتكم أن لدى الجانب الفلسطيني أو المسلحين الفلسطينيين هذا النوع من السلاح؟ والسؤال الآخر الأخير، أنه هل يمكن أن تقبل النيابة الفلسطينية بمشاركة طرف ثالث؟ لأنه كما تعلم يمكن مطابقة المقذوف بنوع السلاح إذا كان لدينا قطعة السلاح، فهل لديكم استعداد للتعاون مع طرف ثالث بما أنكم ترفضون التعاون مع الجانب الإسرائيلي، أو أن يكون هناك تحقيق مشترك، أن يكون هناك مثلا من الجانب الأمريكي أو من جانب الاتحاد الأوروبي أو من جانب أي طرف ترونه مناسب لتأكيد ما مش لتأكيد يعني لإيضاح كل هذه القضايا؟ شكرا. يعني احنا عشان نكون صادقين كما انتم معتادين علينا، احنا بنحكي عن مسألة قد تكون مسألة سياسية اكثر من انها قانونية في مجال مشاركة اي طرف التحقيق مع النيابة العامة، فهي مسألة انا بتركها للجانب السياسي يرد عليها. اما فيما يتعلق بنوعية السلاح هذا، ان كان يستخدم او ان كان يستخدمه الجانب الفلسطيني، انا رواية الجانب الفلسطيني بأنه كان يطلق النار في مسرح الجريمة وقت ارتكاب الجريمة مستبعد لدينا، أي أنه لم يكن هناك إطلاق نار من جانب فلسطيني حتى أبحث في هذه النقطة التي تتحدث عنها. شكرا. يعطيكم العافية. هناك العديد من حالات القتل التي جرت وتجري في الغرب
أنا إذا يعني بدي أقول لها شكراً، إحنا حكينا لها شكراً، ولكن أنا من باب أني أطمنك، النيابة العامة تقوم بتوثيق كل الجرائم التي ترتكب من الجانب الإسرائيلي بحق كل الشهداء، ولكن من الممكن أنه لا يوجد التعاون المطلوب لدى الأهالي كما صار في حالة الأخت شيرين. نحن كنيابة عامة من أقنع ذويها والجزيرة بأن نقوم بالتشريح، لأنه دون التشريح لن يكون هناك توثيق. فإحنا منعاني من إمكانية إجراء التشريح على جثث الشهداء الأقرب منا جميعا. سيادة النائب، فقط سؤال أخير، أنتم يعني تم تحويل رسالة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن التحقيق لم يحول، متى سيتم رفع التحقيق إلى الجنائية الدولية؟ هذا قرار القيادة كما تحدثنا يعني سابقا. التقرير سلم للسيد الرئيس، والقرار السياسي ليس في يد النائب العام ولا ولكن في بقرار القيادة الفلسطينية، متى سيحول القيادة الملف؟ الفلسطينية كما قلت لك قبل قليل ستلاحق القتلة والجناة مهما كان شكلهم ومن كان وراءهم تحت أي ظرف من الظروف. اطمئني وليطمئن الشعب الفلسطيني، لن تمر هذه الجرائم بلا عقاب، وسنلاحقها كما نلاحق أي قضية أخرى. ولكن شكرا. المحكمة الجنائية بحاجة للتحقيق. سلمت الوثائق للجنائية الدولية. التحقيق سلم للجنائية الدولية.